السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة متجددة من برنامج صباح الخير يا كويت اللي دائما نسعد فيه بصحبتكم. وبداية الأمر نصبح على الزميلات الغاليات منيا الحجي وأماني البلوشي، نقول لهم صباحكم بالخير. صباح النور هاشم، صباح الخير أماني، صباح الخير لكل مشاهدينا، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة تجمعنا معاكم في صباح الخير يا كويت. وعندنا العديد من الفقرات والضيوف كذلك المميزين اللي إن شاء الله وجودهم راح يعود علينا وعليكم بالمتعة والفائدة. صباح الخير مرة ثانية أماني. صباحكم خير زملائي منيا وهاشم، وصباح الخير عليكم مشاهدينا. وهذا اللقاء المتجدد اللي نستمتع من خلاله بلقائكم يوميا. نبدأ طبعا أولى فقراتنا من الجانب الآخر من الاستديو مع زميلنا ضرار العلي خبير الأرصاد الجوية، واللي راح يطلعنا أكثر على حالة الطقس خلال اليوم. صباح الخير ضرار. صباح الخير أماني، صباح الخير منيا، وصباح بالخير عليك هاشم، وصباح بالخير على المشاهدين الكرام. استمرار انخفاض درجات الحرارة خاصة فترة الليل وفترة أول النهار الفير خلال الأيام المقبلة. تفاصيل أكثر أعزائي المشاهدين حول الطقس المتوقع تابعونا بعد هذا الفاصل. صباح عليكم بالخير مشاهدينا الكرام مرة ثانية. والطقس الحالي في مدينة الكويت طقس بارد حاليا، درجة الحرارة 11 درجة مئوية، انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الأخرى تقريبا ما بين 5 درجات إلى 6 درجات مئوية. والهواء حاليا في مدينة الكويت متقلب الاتجاه إلى غربي خفيف السرعة، تقريبا سرعتها 5 كيلومتر في الساعة. لاحظ وياكم الرؤية الأفقية ممتازة في مدينة الكويت تقريبا 10 كيلو، لكن في انخفاض في الرؤية الأفقية شوية في الأماكن الثانية تقريبا ما بين 8 إلى 7 كيلو. أما الرطوبة النسبية حاليا في مدينة الكويت تقريبا 79%، أو ما بين 75 إلى 79%، والرؤية الأفقية مثل ما احنا شايفين ممتازة في مدينة الكويت. أما الطقس المتوقع لنهار هذا اليوم بإذن الله راح يكون طقس معتدل فترة النهار مع رياح متقربة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة ما بين 6 إلى 20 كيلومتر في الساعة. يستمر الهواء متقلب الاتجاه خلال فترة المساء بإذن الله، راح يكون أيضا الهواء خفيف ما بين 6 إلى 20 كيلومتر في الساعة. بإذن الله راح تكون درجات الحرارة المتوقعة العظمى اليوم 22 درجة مئوية، والصغرى 5 درجات مئوية. أما حالة البحر المتوقعة خلال 24 ساعة المقبلة راح يكون خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام. المد الأول بإذن الله الساعة 10 الصبح، والمد الثاني الساعة 9:30 دقيقة من مساء اليوم. أما الجزر الأول الساعة 3:25 دقيقة من بعد ظهر اليوم، والجزر الثاني الساعة 4:40 دقيقة من فجر يوم الثلاثاء بإذن الله. أما موعد غروب الشمس وأذان المغرب اليوم بإذن الله الساعة 4:55 دقيقة، أذان الفجر باكر بإذن الله الساعة 5:14 دقيقة، أما شروق الشمس باكر بإذن الله الساعة 6:39 دقيقة. نيوياك المتقص المتوقع خلال الأيام المقبلة بإذن الله استمرار الرياح الشمالية الغربية اليوم راح تكون متغربة الاتجاه خلال فترة المساء إلى جنوبية شرقية، راح يستمر الهواء جنوبي شرقي إلى الأيام المقبلة إن شاء الله، راح يكون خفيف إلى معتدل السرعة يوم الثلاثاء، لكن العظمى راح تكون 22 درجة مئوية. أيضا سرعة الرياح راح تكون ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. نشاط في الرياح على فترات بإذن الله ابتداء من يوم الأربعاء جنوبية شرقية سرعتها ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة، خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات. أما درجة حرارة العظمى يوم الأربعاء أيضا 22 درجة مئوية، تنخفض الصغرى إلى 7 درجات مئوية. نيوياكم اليوم الخميس فرص لأمطار متفرقة ابتداء من الليل يوم الأربعاء مع استمرار فرص الأمطار إلى يوم الخميس إن شاء الله، فرص لأمطار متفرقة. سرعة الهواء راح تكون ما بين أيضا 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة يوم الخميس من اتجاه الجنوبي الشرقي. العظمى المتوقعة يوم الخميس 23 درجة مئوية، الصغرى تنخفض إلى 12 درجة مئوية. تالي الخميس بالليل يتحول الهواء إلى شمالي غربي بإذن الله. كانت هذه النشرة الجوية أعزائي المشاهدين، والله تعالى أعلى وأعلم. والآن العودة إلى الزملاء لتكملة باقي فقرات برنامج صباح الخير يا كويت.
حياكم الله من جديد مشاهدينا. خلينا نتعرف معكم على حالة الطرق الرئيسية وأحوال المرور فيها هذا الصباح مع المقدم عثمان محمد غريب من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. صباح الخير. صباح النور ونصبح المشاهدين، ودائما نتمنى لهم السلامة، وأيضا دائما نأكد عليهم بضرورة الانتباه أثناء القيادة وترك الهاتف النقال يعني أثناء القيادة. وقانون واضح وصريح من 2008 يقول عدم استخدام الهاتف النقال بيد أثناء القيادة، واليوم قمنا نشوف كثير من قائدين المركبات مع هذه الأجواء يقعد يصور أثناء القيادة، فبالتالي قد يتسبب في حوادث عديدة. مشاهدينا متواجدين طريق إبراهيم المزين في منطقة جنوب السرة الواقع ما بين منطقة الزهراء والصديق والممتد حتى منطقة مشرف، وهذا الطريق طريق حيوي جدا، ودائما نلاحظ في هذا الطريق بعض الكثافة المرورية، ولكن اليوم الانسيابية موجودة. وإذا بنتكلم عن الحركة بشكل شامل مثل ما قلنا بداية الأسبوع هذا قلت الكثافة المرورية في بعض المواقع، وبعض المواقع تبقى عليها شوي كثافة مرورية، وفي مواقع تتسبب الحوادث المرورية أو عرقلة حركة السير في كثافتها. بالنسبة لطريق حيحل السريع الانسيابية موجودة باستثناء يمين منطقة الرميثية بطء بالحركة، بدأ الكثافة المرورية خاصة النازل على طريق الشيخ زايد اللي هو الخامس سابقا، ونفس الشيء على مدخل الرابع من طريق حيحل السريع. كذلك اخواننا مستخدمين طريق الشيخ زايد الكثافة موجودة يمين منطقة السالمية وحتى الجابرية وبعدها ترجع الانسيابية. اخواننا مستخدمين طريق الدائر الرابع الكثافة في موقع تعودنا عليه ما بين منطقة الجابرية ومنطقة حولي بالاتجاهين، وطبعا كاميرات التابعة لقطاع المرور لغرفة التحكم قاعد تتابع الحركة في جميع الشوارع والتسهيل في بعض الإشارات المرورية إن كان في كثافة مرورية، وكذلك أيضا انتشار الدوريات المرورية. طبعا إذا بنتكلم عن الدائر السادس تختلف فيه كثافة من وقت لآخر، لكن حاليا يمين منطقة الجليب باتجاه المسيلة بطء بالحركة ما في أي حادث يذكر. كذلك الإشارة اللي تربط ما بين منطقة المسيلة ومنطقة مشرف وصباح السالم عليها شوي كثافة مرورية للقادم من الجهرة على اتجاه شارع خليج. بالنسبة لإخواننا مستخدمين الدائر السابع الانسيابية موجودة، ولكن تنويه على موضوع الشاحنات في الدائر السابع، وكذلك أيضا أعمال تطوير الطرق وأيضا الالتزام بالسرعات المقررة، خاصة أن السرعات المقررة تختلف من موقع إلى موقع على الدائر السابع، وتم التنويه أكثر من مرة على ضرورة الانتباه وأن هذه السرعات وضعت نظرا يعني امور هندسيه فنيه، فبالتالي التزامك فيها امر ضروري جدا. بالنسبه لاخواننا مستخدمين شارع خليج ما في كثافه تذكر سواء اللي رايح لمدينه الكويت او القادم مدينه الكويت. بالنسبه لاخواننا مستخدمين طريق الدائر الاول ما في اي كثافه باستثناء مدخل مدينه الكويت، وكذلك ايضا ننوه لاخواننا قائدي المركبات مستخدمين الطرق شمال وجنوب البلاد بضروره الانتباه والالتزام، وخاصه في طريق المصيب السريع نظرا لاعمال التطوير. اما بالنسبه لباقي الطرق الحركه انسيابيه موجوده قد تتغير اي لحظه، ولكن المتوقع طبعا خلال الدقائق القادمه كثافه باتجاه مدينه الكويت، وهذه نقول عنها الكثافه المعتاده. اخيرا رسالتنا لاولياء الامور بضروره انتباههم على ابنائهم، ودائما نقول لولي الامر بالنسبه لفتره الاختبارات انه يكون قدوه لابنائه بانتباهه والتزام بقانون المرور، وكذلك عدم تسليم المركبه للابناء دون الحصول على رخصه، مما قد يتسبب عنا مساءله قانونيه وحرمانه من الاختبار وإجراءات روتينية خاصة في هذه الفترة فترة الاختبارات. فبالضرورة متابعة الأبناء والالتزام بالقانون، وهذا القانون قانون المرور ما وضع إلا لسلامة الجميع، وكذلك أيضا نقول لقائدي المركبات انتباهكم أمر ضروري جدا، حيث أن يعني وراء كل حادث مروري وراء كل كثافة مرورية قاعد نشوف أن هناك مخالفة مرورية، فبالتالي التزامنا واجب، ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع، ونتمنى وصول جميع لوجهاتهم. ونأكد لكم أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع وزارة الإعلام مستمرين معاكم في التواصل من أجل وصول الرسالة التوعوية سواء بالجانب المروري أو الجانب الأمني. نشكركم على المتابعة ونتمنى لكم يوم موفق إن شاء الله، ونستكمل باقي فقرات برنامج صباح الخير يا كويت مع الزملاء داخل الاستديو.
ولازلنا مستمرين معاكم في برنامج صباح الخير يا كويت، وصلنا معاكم إلى أهم ما تداولتها صحفنا المحلية لهذا اليوم. نبتدي فيها مع جريدة النهار. انضمام الكويت للأسواق الناشئة يعزز موقعها الاستثماري. قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم إن انضمام الكويت إلى فئة الأسواق الناشئة ضمن مؤشر مورغان ستانلي MSCI يعزز موقع الكويت على الخارطة العالمية للاستثمار، ويفتح باب بورصة الكويت لاستقبال تدفقات غير نشطة يمكن أن تصل إلى قرابة 3.5 مليار دولار، إضافة إلى مبالغ قد تزيد على ذلك من التدفقات النشطة الكويتية. أكاديمي كويتي ضمن قائمة الباحثين العالمية. اختارت قائمة الباحثين الأعلى تأثيرا على مستوى جميع التخصصات في العالم الباحث الأكاديمي الكويتي الدكتور عادل العدواني ضمن قائمتها من بين 7 ملايين باحث حول العالم. وقالت جامعة الكويت في هذا البيان أن هذا الاختيار يعد إنجاز عالمي غير مسبوق للكويت، باعتبار أنها المرة الأولى التي يتم فيها اختيار أستاذ جامعي كويتي ضمن قائمة نخبة النخب العالمية. الأنباء. 4 أيام عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة. أعلن ديوان الخدمة المدنية لجميع الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية أن يوم الأربعاء الموافق 1/1/2020 يعتبر عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 2020، وأيضا يوم الخميس الموافق 2/1/2020 يعتبر يوم راحة لوقوعه بين عطلتين، وبناء على ذلك يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020. جريدة الجريدة تقول دسمان يفتتح أول أكاديمية للسمنة. افتتح معهد دسمان للسكري الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أكاديمية السمنة في الكويت بالتعاون مع الاتحاد العالمي للسمنة، وهي تعتمد أول برنامج في الكويت يقدم شهادة في التحكم بالسمنة. جريدة القبس تقول 15 محمية طبيعية في البر بأيادي شبابية. أعلن متطوعون عن إقامة 15 محمية طبيعية مصغرة في البر، وذلك في إطار جهود الشباب الكويتي لتكريس الإيجابية والمساهمة في حماية البيئة ومواجهة التلوث البيئي ودرءا للمخاطر الناجمة عن التصحر. ابتدي نكون وصلنا معاكم إلى ختام فقرتنا وجولتنا الصحفية. ننتقل معاكم ونتعرف على آخر ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي مع زميلنا المبدع محمد خليفة. بعد هذا الفاصل خلكم معنا. أسعد الله صباحكم مشاهدينا وحياكم الله بجولتنا كويت ترندز وباقة منوعة من الأخبار ومقاطع الفيديو المتداولة تشوفونها أكيد معانا وتحديدا من صفحات التواصل الاجتماعي. بنبدأ جولتنا معكم بإعلان ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه الرسمي وتويتر عن عطلة رأس السنة الميلادية للعام 2020. نشوف معكم هذه التغريدة من حساب ديوان الخدمة المدنية. ديوان الخدمة المدنية تعميم رقم 12 لسنة 2019 بشأن عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2020. لذا يعلن ديوان الخدمة المدنية أن يوم الأربعاء 1 من يناير 2020 ويوم الخميس 2 من يناير 2020 عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 5 من يناير 2020 تحت هاشتاغ ديوان الخدمة المدنية، وتغريدة من حساب ديوان الخدمة المدنية الرسمي في منصة تويتر. وفي خبرنا الثاني بنتناول إعلان وزارة الداخلية عن إعادة افتتاح طريق الملك فهد بالاتجاهين بعد أن تم إغلاقهم سابقا لإجراء أعمال التطوير أو تطوير الطرق لإنشاء 3 جسور جديدة. نشوف معاكم هذا الفيديو من حساب وزارة الداخلية.
تم افتتاح الحين طالبك. مشاهدينا، الهيئة العامة للشباب دائما تسعى إلى تعزيز التحرك الشبابي نحو القضايا البيئية، ومن هذا المنطلق شاركت الهيئة في فعالية مهمة اجمعت المهتمين في البيئة وضمت عدد من الفعاليات والأنشطة. نشوف معاكم هذا الفيديو. ننتقل معكم للأجواء التنافسية اللي شهدها جسر الشيخ جابر في فعالية رياضية كبيرة شارك فيها عدد كبير من المتسابقين بفئات وأعمار مختلفة. نتعرف أكثر عن السباق وتفاصيله من خلال هذه التغريدة. وسط أجواء تنافسية انطلق على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح ماراثون الكويت بمشاركة 4000 متسابق من جميع الأعمار، حيث أن الماراثون انطلق تحت شعار إت وذ رن، وقدم المشاركين عرضا رياضيا مميزا من خلال 4 فئات تشمل 5 كيلومترات و10 كيلومترات و21 كيلومترا و42 كيلومترا، وتغريدة من حساب وزارة الإعلام الرسمي في تويتر. والحين مشاهدينا وصلنا لمحطة الإنجازات اللي بتكون مع حساب إنجاز كويتي، وتحديدا مع المتسابق علي القلاف اللي حصد المركز الثاني في بطولة البحرين الوطنية للدراج ريس. نشوف معاكم هذا الفيديو. والمركز الثاني لفئة الاندكس 9.5 من نصيب المتسابق علي القلاف من دولة الكويت. ومحطتنا الأخيرة بتكون مع وزارة الإعلام ودورها الإعلامي التوعوي اللي تقدم من خلاله معلومات وإرشادات تهم أفراد المجتمع كافة، واليوم تقدم لنا نصائح لمرضى السكري وطرق محاربتهم للمرض. نشوف معاكم التفاصيل من خلال هذا الفيديو. والحين مشاهدينا اكيد نستكمل معاكم باقي فقرات صباح الخير يا كويت مع الزملاء، تابعونا. Yeah.
حياكم الله من جديد مشاهدين صباح الخير يا كويت في لقائنا الأول لهذه الحلقة. لا شك أن للثقافة والفنون والآداب دور كبير وهام للغاية في تنوير وفي تحصين العقل والفكر المجتمعي. بما أن أطفال اليوم هم شباب وعماد المستقبل، فإن تعزيز مفاهيم الثقافة والأدب وزرع قيم العمل الخيري وكذلك التطوعي عند هذه الفئة منذ الصغر هو بداية لطريق بناء ثقافة أدبية تطوعية لازمة للنهوض في المجتمع. أماني 100%. ومن هذا المنطلق تنظم الأمانة العامة للأوقاف ممثلة بإدارة المعلومات والتوثيق مسابقة الكويت الدولية الرابعة لتأليف قصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي. نتعرف أكثر على أهمية المسابقة وأهدافها من خلال ضيفتنا الأستاذة ندى عبد الرحمن البسام، مدير إدارة المعلومات والتوثيق في الأمانة العامة للأوقاف ونائب رئيس لجنة مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي. نقول لك يا صباح الورد. أهلا فيكم. بيك تايتل حياك الله معنا أكيد. حبيبتي يعطيكم العافية، مشكورين. شكرا على وجودك اكيد. في البدايه والسؤال اللي يطرح نفسه اكيد هني، حابين نتعرف اكثر على اداره المعلومات والتوثيق في الامانه العامه من اهميه ودور واهداف. اداره المعلومات والتوثيق اول ما انشات كانت اسمها مركز المعلومات، فتم اعادتها الى اداره المعلومات والتوثيق في 98. وهي يعني شغلها طبعا جمع وتوثيق شغل الأمانة العامة للأوقاف وكل فعالياتها وأنشطتها، وطبعا جمع مصادر معلوماتية تهم الباحثين وتهم العاملين في مجال الوقف، لأنها تعتبر هي مكتبة متخصصة في مجال الوقف. جميل. أستاذة، هذه الإدارة نظمت مسابقة وأعتقد هي الرابعة في دورتها الرابعة، مسابقة القصص القصيرة للأطفال. فنبي نعرف هذه، وخصوصا أنها يعني متخصصة في المجال الخيري والمجال التطوعي، فنبي نعرف مثل هذه الفعالية ما هي أهدافها يعني؟ طبعا احنا هي غرس عمل حب عمل الخير عند الأطفال. بس هي بالبداية كالفكرة الأساسية اللي جت شفنا صعب مفهوم الوقف منتشر في المجتمع الكويتي بشكل خاص، يعني صحيح مو فاهمين شنو معنى الوقف، يخلطون بينه وبين مثلا الصدقة او الزكاة. فحبينا ان نعلم هالثقافة للأطفال، وانشأنا عندنا في مكتبة ماما أنيسة للطفل في داخل إدارة المعلومات والتوثيق. بعدها بدأنا نجمع مصادر معلوماتية عشان نفيد الأطفال، ما لقينا مصادر تفيد خصوصا في المجالات الوقف والعمل الخيري والتطوعي، فهني جت فكرة المسابقة، والحمد لله كان يعني صداها ناجح، وهذا الحين موسمها الرابع. بس جميل هذا التقدير لأم الكويت ماما أنيسة. طبعا طبعا اي والله. وليش بالتحديد استخدمت القصص كوسيلة لتوصيل الرسالة والتعريف عن أهمية الموضوع؟ بما أن إحنا مكتبة طبعا لازم تكون مصادر معلوماتية تكون ورقية، جانب إحنا كورقي في عندنا الإلكتروني، بس طبعا الإلكتروني تاخذ مجال ثاني بعد ما إصدار القصص كورقي تدخل مسمى ثاني اللي هي قطوف الخير، لأن خلاص تعتبر كقطوف أشياء مختارة، فسمناها قطوف الخير. فطبعا تنزل إلكتروني تحريك فيها ألعاب فيها تلوين، طبعا نزلناها أونلاين، موجودة في الأبليكيشن في الأندرويد في الأبل ستور، تواكب العصر طبعا. نحاول ننشر الثقافة هذه. صار تعاون مع الخطوط الجوية الكويتية، نزلناها على شاشات الطيارة. جميل. قاعدين نحاول إن شاء الله يعني نستعين في الوزارات الثانية أن بحيث أننا ننشرها أكثر. مثل أي وزارات؟ يعني مثلا في وزارة التربية إنزين، مع مثلا وزارة الصحة خصوصا في أجنحة الأطفال. صحيح. نعم. يعني هذه أفكار إن شاء الله قاعد يعني نحاول نسعى إن شاء الله. أستاذة، في الدورات الثلاث السابقة كانت أيضا قصص الأطفال مشاركة في نفس المجال العمل الخيري والتطوعي. فنبي نعرف شلون كانت التجارب السابقة من خلال هذه القصص والدورات. التجارب جدا كانت ناجحة، والدليل أن العدد متزايد اللي في التقديم مرة على مرة. بعدها احنا تأخرنا هالسنة في طرحها، كانت عندنا دراسة ميدانية على بخصوص هالمسابقة، فشفنا مدى يعني نجاحها اذا عشان نقدر نكمل او لا.
بالعكس لقينا صدى وايد مطلوب، والدليل انه يعني كانت تجينا اتصالات ايميلات يسالوننا يعني متى تطرحونها، متى المسابقه، متى موعدها، فكانت وايد جدا يعني صداها ناجح، كان فيها اقبال. اي نعم. استاذه ندى، بنشوف فلاش مع الساده المشاهدين، نرجع لهذا اللقاء. السلام عليكم يا احبائي، انا الشيخ صديق الذي أشرف على الموت وهو طفل صغير، وأنقذه العم عبد الرحمن الصميط فارس القارة السمراء رحمة الله عليه، فلا يفوتكم قراءة قصته في الخير. وأنا العم عبد الله صاحب مصنع الحليب، هل تذكرونني؟ أصبحت الآن بصحة وعافية وأمارس حياتي بكل سعادة. وهذا أنا حسن، لقد استطعت بمشاركة أصدقائي في الحي أن نكمل ركن التكنولوجيا في مكتبة العم محفوظ. وأنا، هل عرفتوني؟ أنا تسنيم، ونحن نحتفل اليوم بتوزيع 100,000 حذاء للمحتاجين. وأنا كريم، وهذه زيتونات جدتي زهرة، لقد صارت مزرعة الخير أكبر وأكبر. لحظة، وأنا عبد الله، وهذا صديقي بلال، سوف تروننا عن قريب في قصة إجازة صيف. أوه مطر! هذه أنا الغيمة الصغيرة التي تحب الضحكات، جئتكم بمزيد من مطر الخير. لو نتكلم عن الفئات العمرية المستهدفة هني اللي بتشوفها، شنو أكبر عمر ممكن؟ تقريبا 12 سنة. ليه 12 سنة؟ هي من 8 إلى 12 سنة. طيب نركز أكثر على المسابقة هني، من شروط، من فئات عمرية مشاركة، وإذا كانوا مشاركين من داخل الكويت أو خارجها بشكل عام. المسابقة هي مفتوحة حق الكل، أطفال، كبار، مؤلفين، هواة، نساء، رجال، من داخل الكويت، من برا الكويت، المهم إن عندنا إحنا الهدف إن توصل هالمعلومات، إن يقدر واحد يوصلها لنا، خصوصاً إن حق أدب الطفل وايد صعب، مو أي واحد يقدر يوصل هالمعلومة، وخصوصاً إذا في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي. جميل. طيب لو نبي نعرف ما هي آلية تقييم القصص، شلون القصة الفائزة، وهل في جوائز أيضا تقدم للقصص الفائزة؟ التقييم يتم على مرحلتين. المرحلة اللي تتم فترة الاستلام القصص، طبعا يتم إخفاء اسم المؤلف وإعطاء القصة رقم سري اللي هي تتعامل فيها معها اللجنة الإشرافية. بعد ما يتسكر الباب، طبعا خلال هالفتره يتم الفرز المبدئي اللي هي مستوفين الشروط الاوليه، مثل 1000 كلمه تكون باللغه العربيه، ان ما فيها اي كلمات سيئه بذيئه تكون، طبعا هذا كلها تستبعد. فبعدين المرحله الثانيه اللي هي بعد ما يتسكر باب الاستلام القصص، هني يدور الفرز عاد المعايير والفكره والهدف تكون كلها موجوده، عقبها هني تروح مجال التحكيم اللي يتحكم في الاخر. وهل يا ترى في توظيف للتكنولوجيا الحديثه اللي عاده ما تجذب الاطفال للاستفاده منها في سلسله قصص قطوف الخير؟ مثل ما ذكرنا، هي قطوف الخير عباره عن انتاج القصص التكنولوجي. انزين، قلنا فيها طبعا القصص فيها مجال، ثلاث مجالات اللي فيها انا اقرا واقرا لي واقرا واسالني، فيها تنوع منها، طبعا عربي انجليزي موجوده، الجزمه فيها التلوين، فيها التركيب، فيها الالعاب حق الطفل، كل الاشياء اللي تجذبها بالضبط. يعني هذا الهدف، انه بحيث انه نجذب احنا الطفل ونساعده انه يرجع حق القراءه. طبعا ما ننسى فئه المكفوفين، احنا قاعدين نطبعها برايل لهم. جميل. يعني نحاول ان نغطي جميع الشرائح، لان خصوصا في قله مطبوعات للمكفوفين. والله هذه المطبوعات انا لو اشوفها انا قاعده الون وارسم. حتى اماني، حتى لو تلاحظي حتى الجرافكس المستخدمين متطور جدا اللي شفناه بالفيديو اللي قبل شويه. طبعا احنا قاعدين نحاول نستخدم اعلى تقنيه، وشنو اللي يجذب الطفل. صحيح، خصوصا الطفل متطور الحين، يعني القراءه العاديه يمكن ما تكفي في ظل التكنولوجيا اللي عايش فيها وقاعد يشوفها. استاذه ندى، نبي نعرف حجم الاصدارات الادبيه اللي تملكها اداره المعلومات، وايضا نبي نعرف ما هي خططكم لاثراء هذا المخزون الادبي.
طبعا احنا كمجال إدارة المعلومات والتوثيق دائما يكون عندنا في تطور، خصوصا اذا عندنا ناس باحثين مهتمين في البحث، في تطورات في مجال الوقف، يعني في يصير مستحدثات جديدة في مجال الوقف، فيصير في تطور، فطبعا لازم في اشياء لازم نفيدها في هالمجال. احنا اخر مشروع احنا الحين قاعدين نحاول ان شاء الله على 2020 اللي هي تحقيق المخطوطات الوقفيه. طبعا لان احنا مجالنا كله وقفي، فاي مجال يدخل في الوقف احنا راح ندخل ان شاء الله. طبعا اصدارات يعني ادبياتنا وايد، عندنا المكنز، عندنا الكشاف، عندنا اطلس اوقاف الكويت. يعني طبعا هذا كله شغل اداره وتعتبر، لان الكويت حامله ملف الاوقاف. وطبعا احنا تحت ظل يعني قائد الانسانيه طبعا أكيد. يعني فان شاء الله احنا نرفع راس الكويت باذن الله. قبل الختام حابه اسالك، شنو هو الحال اليوم، حال الطفل والمتلقي؟ هل هو فعلا دخل المود نفسه وتعلم اكثر؟ هل في اقبال من الاهالي؟ شنو رسالتك اللي تحبين توصلينها اليوم؟ والله يعني احنا يعني خلال احنا زياراتنا في المعارض، مهرجانات الاطفال، قاعدين نشوف اقبالهم، يبون القصص في اي نعم. طبعا يعني ما ادري، يشوفون الالوان يمكن قاعده تجذبهم، يعني حتى ساعات لان المستوى اللي اقل من 8 سنوات يبي القصه يشوف الالوان تجذبه، فبس ما راح يقدر يستوعبها، لان خصوصا يعني الطفل اللي بعد يمكن 5 سنوات هو اللي يعرف الخير والشر. صحيح. فهني يعني تبدين انت تزرع ثقافه الوقف والعمل الخير والتطوع، وهذا طبعا كله يعني تنمي الطفل في حب الوطن، يعني مساعده الغير، طبعا هذا اشياء حلوه. خصوصا انه هو في مجتمع خصب يعني مقبل على هذا الشيء، يعني مو شيء جديد على هذا المجتمع. بالضبط. يعني بالضبط. بيئه خصبه للوقف وللعمل الخيري كذلك. والله قواكم الله. انا شخصيا اشوف ان الفكره رائعه، يعني استخدام قصص الاطفال عشان نغرس فيهم شيء انساني وجميل حق المستقبل. شكرا على مجهودكم، اكيد كل الشكر والتقدير لضيفتنا الاستاذه ندى عبد الرحمن البسام، مدير اداره المعلومات والتوثيق في الامانه العامه للاوقاف ونائب رئيس لجنه مسابقه الكويت الدوليه لتاليف قصص الاطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي. اذا فاصل سريع او ننتقل الى الزميل هاشم من الجانب الاخر ونقول لك شنو عندك. طبعا راح ننتقل ونشوف معاكم احد اهم الشلالات واجمل الشلالات الموجوده عندنا في العالم، وهي شلالات ديتيفوس اللي تقع في الحديقه الوطنيه بالناشونال بارك مالت ايسلند، وهي تعتبر واحده من اطول الشلالات في العالم واكبرها من حيث حجم التدفق. يصل معدل تدفق المياه نحو 200 متر مكعب في الثانيه، وهذا الشيء يزيدها روعه وجمال. تفاصيل اكثر عن شلالات ديتيفوس من خلال التقرير التالي، خلكم معنا. تعد الشلالات واحدة من أجمل ما يمكن أن تقدمه الطبيعة للإنسان، فهي مصدر سياحي كبير، فمشاهدته تسحر القلوب وتجعل كثيرا من الناس تسعى للوصول لرؤيته. تتواجد معظم الشلالات في غابات خضراء في كل أنحاء العالم، ومن هذه الشلالات شلالات ديتيفوس، يقع في حديقة فاتنا جوكل الوطنية شمال شرق أيسلندا، هو أقوى شلال في أوروبا. يبلغ ارتفاعها 100 متر وتعد واحدة من أطول الشلالات في العالم، وهي عبارة عن 3 شلالات متجاورة يحيطها عدد من الأشجار ونعم الطبيعة الهائلة، وهو أيضا أكبرها نسبة لكمية المياه المتدفقة، إذ يفرغ الشلال كمية ماء قدرها 193 متر مكعب في الثانية. وحجم الشلال كبير لدرجة أن بخار الماء الذي يرتفع بسبب سقوطه الضخم يمكن رؤيته بأكثر من 1 كيلومتر، والشيء نفسه ينطبق على صوته الفريد. في بعض المواسم عندما تذوب قمم الجبال المثلجة تزداد هذه الكمية وتزيد قوتها لدرجة أن الصخور من حولها تهتز، ويمكن الشعور بذبذبات الصخور المجاورة عن طريق اللمس، ويعد من أجمل الشلالات في دولة أيسلندا.
طبعا لا شك أن مساعدة الآخرين تعد من شيم الصالحين، وعند الشدائد تظهر معادن الرجال وتتجلى قيم التعاون ومساعدة الآخرين ومؤازرتهم. من هذا المنطلق تشكل فريق الاستجابة والإنقاذ على إيد شباب جمعهم حب الوطن والرغبة في رد الجميل على اختلاف جنسياتهم، مواطنين ومقيمين، وهذا الشيء كله لمساعدة الآخرين في حالة الطوارئ وتقديم يد العون للي يحتاجها، وكلهم رغبة وطموح في ممارسة العمل التطوعي دون مقابل. يا أماني، بالفعل يا هاشم، فهذه هي الكويت وهؤلاء هم شبابها اللي نفتخر فيهم أكيد. ولكي نتعرف أكثر على فريق الاستجابة والإنقاذ وعلى أنواع المساعدة اللي يقدمونها للمحتاج، يسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندس سليمان نادر الخضري، رئيس مؤسس فريق الاستجابة والإنقاذ الكويتي التطوعي. نقول لك يا صباح الورد وحياك الله معنا. صباح النور، الله يحييكم. أكيد راح نبلش هذا اللقاء الشيق من بعد هذا التقرير الخاص بالموضوع، فخليكم معنا. يمثل العمل التطوعي بمنهجه الاجتماعي والإنساني سلوكا حضاريا ترقى به المجتمعات، كما يمثل رمزا للتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع ضمن مختلف مؤسساته، حيث ارتبط العمل التطوعي ارتباطا وثيقا بكل معاني الخير والعمل الصالح لدى كل المجتمعات البشرية منذ القدم، وذلك باعتباره ممارسة إنسانية إيجابية نافعة. وأثبتت دولة الكويت أنها واحة للخير والسلام، ولم يعد يذكر اسم دولة الكويت في أي موقع من المحافل الإقليمية أو الدولية إلا مقترنا بنشر ثقافة التطوع والعمل الخيري. متواصلين معكم من بعد هذا التقرير، حياك الله معنا المهندس سليمان، منورنا ومشرفنا. الله يحييك. الله يعزك. في البداية لو نتعرف ونعرف السادة المشاهدين أكثر عن فريق الاستجابة والإنقاذ الكويتي وأهم أهدافه والأسس اللي مبنى عليها. طبعا فريق الاستجابة والإنقاذ الكويتي تأسس، ممكن الحين كملنا سنة الحمد لله أو أكثر من سنة الحمد لله، على أيدي شباب على قولتهم كانوا ملتحقين في أفرقة تطوعية سابقة، أفرقة خيرية وكذلك أفرقة إنقاذ. جميل. فجمعنا الإيجابيات والسلبيات ووضعنا خطة لإنشاء فريق جديد قائم على أهداف جديدة مثل ما نقول، مو مقتصر فقط في عمليات الإنقاذ. دشينا في إعطاء دورات في الإسعافات الأولية، كذلك دورات في التنمية البشرية والموارد البشرية، بما أن عندنا مدربين معتمدين دوليا يعني. جميل. حس إنساني عالي، لا إله إلا الله. إيه الحمد لله. فمختلف التخصصات موجود عندنا، ولذلك كوننا فريق أو أنشأنا فريق الاستجابة والإنقاذ الكويتي. الحمد لله. والله إن شاء الله يكون عندنا وقت بعد شوي نركز على نقطة نقطة، لكن هني الأهم هو المساعدات والأعمال التطوعية اللي تقدمونها، فلو نركز شنو الفريق يقدم وراح يقدم بإذن الله. طبعا فريق الاستجابة والإنقاذ الكويتي نقدم العديد من الخدمات، أبرزها مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعوائل، نقدر نقول في تعبئة البنزين والوقود إذا السيارة كانت فارغة من الوقود، مثلا حاشها بنشر، الإطار ما فيه هواء، ممكن أن نعالج لك البنشر، مو مسألة بس أن أنا أتفخ العجل وأقول لك توكل على الله، لا، نصلح البنشر بالكامل بحيث أنك أنت ترجع للبيت. عندنا اشتراك المركبات، عندنا انتشال المركبات العالقة في الشواطئ، في البر، في بعض المسنات الخاصة. وايد تحد وايد تأذيكم خاصة صوب الشاليهات. بالضبط. ايه؟ أقول لك في المسنات الخاصة العادة يعني في ناس ينزلون مثلا الطراد أو المركب مالهم مال البحر، فتلقاه ينجرف مع المسنة، فالسيارة كلها تغرق، ممكن أن يتصلون علينا هم ننتشل المركبة هذه، والعديد من الأمور يعني اللي قاعد نقوم فيها. وفي على قولتهم عندنا اللي هي اللي يميز فريقنا بأن عندنا مترجم للصم والبكم. ما شاء الله. نعم، لإخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو ممكن أن يتواصل ويانا بالفيديو كول. جميل. عندنا رقم خاص بالفيديو كول بأنه يتواصل ويانا، فيتم التواصل معه عن طريق لغة الإشارة. جميل. يعني ما شاء الله الحس الإنساني عالي جدا عندهم أماني. خلينا نتكلم شوي على الأيام اللي فاتت ونتكلم عن جهودكم. إنزين، في الأيام القليلة الماضية لما البلاد يعني شهدت أمطار غزيرة وأبرز الصعوبات اللي شفتوها، أنا بقول كلمة حق، بالمفرق اللي ما بين خيطان واليرموك أنا شفت الشباب واقفين
إنزين، وللأمانة يعني كانت جهودهم جبارة جبارة جبارة. الشارع ما سلك من غير فريق الإنقاذ والاستجابة الكويتي. والله أعتز فيها والله. طبعا اللي صار ان كلنا عارفين بانه راح يتم او راح يصير هطول امطار، طبعا هذه امطار خير، احنا ما نقول غير انها امطار خير الحمد لله، والحمد لله يعني في دول قاعد تحوشها زلازل وبراكين والاخره، فهذا مجرد مطر، فنقول الحمد لله على كل حال. فتم وضع خطه مستقبليه لهذا الامر، بحيث ان وزعنا الشباب في المنطقه الجنوبيه والمنطقه الشماليه وفي مدينه الكويت على اعداد يعني متناسبه ما بينهم وبين بعض، بحيث ان نغطي دوله الكويت بشكل عام. عندنا طبعا احنا مقر في النقطه الجنوبيه اللي هو في عريفجان بالذات، يعني مقر ثابت، وعندنا كذلك في الشمال مخيم واحد من الشباب هم متطوع فيه بانه يكون هو مقر للفريق كذلك. جميل. فتم توزيع الشباب، وطبعا مركباتنا والاغراض تم تجهيزها في فتره سابقه، يعني احنا عندنا بالصيف نجهز مركباتنا حق فتره الشتاء، وكذلك اعطاء دوره ووضع خطه مناسبه طبعا عندنا في المقر قبل البدء في الايام اللي هي قاعدتي. وايد حلو والله، الواحد يفخر بلقائكم. الله يجزاك، يعني الواحد يبين حق الناس شنو عندنا بالديره. ما شاء الله عليكم. اعضاء الفريق اليوم شنو تخصصاتهم؟ شلون تتفقون هذه مهمته كذي، هذا مهمته كذي، وانسوون؟ فكاعضاء فريق او الالتحاق بالفريق، احنا عندنا قبل كان شرط اللي هو 18 سنه، لكن لو تشوفون الفريق حاليا في ناس اقل من 18 سنه، يعني عندنا واحد 16 سنه وتم تعيينه كمتحدث رسمي للفريق. ليش؟ كدعم حقه هو شخصيا. ليش احنا نقول ندعم الشباب؟ لما نقول ندعم الشباب، شلون انت قاعد تدعم الشباب؟ فاللي عمره 16 سنه ما شاء الله شفناه انه متحدث في اسلوب بروتوكول في الحديث والى اخره، فقلنا ليش ما نستغله ونشجعه بانه هو يتم تطويره. بس عفوا بموافقه اهله اكيد. اكيد اي بالضبط، احنا ناخذ طبعا ورقه رسميه اللي هو بطاقه ولي الامر مع التوقيع لا مانع بدخول. طبعا اللي عمره اقل من 18 سنه يكون عند احد قريب منا بالفريق، يعني مثلا اخوه وخالته متطوع بس مو بغزارتكم. بالضبط. في الاعمال شنو يعني عندنا مثلا اعمال التطوعيه في المعارض، ممكن ان يشاركون الشباب في المعارض، يشرحون العدد، يشرحون ما هو الفريق، فهذه يسمونها مشاركات خيريه مثل ما نقول. هني شلون توزعون المهام بينكم؟ اي نوزع المهام طبعا احنا حالنا حال اي مؤسسه، اي هيئه يكون في اداره من رئيس لنائب رئيس الى اخره كمجلس اداره، فالمجلس الاداره هذا يوزع اهم مهام على الاعضاء اللي تحت. عندنا مدرب، رئيس مدربين مثلا خاص بالميدان، يعني اي عضو يلتحق معنا لازم يدش التدريب. التدريب عباره عن شنو؟ شلون تستخدمون الادوات الخاصه في الانقاذ والى اخره. فتقسيم المهام يكون قلت لك عن طريق وضع خطه، وكل واحد مثلا النقطه الجنوبيه في لها مسؤول في النقطه الجنوبيه والنقطه الشماليه كذلك، فيتم توزيع المهام على هالاساس. كذلك عندنا مثلا عمليات، يعني البلاغات نستلمها عن عمليات فريق الاستجابه والانقاذ الكويتي. جميل. عندكم في ارقام خاصه، في واحد يدير العمليات مثلا، كذلك الاعلام مثلا عندنا السوشيال ميديا والى اخره. يمكن كاهم. اي نعم. فكل واحد له تخصصه. اي نعم صحيح. فكل واحد له تخصصه المعين يعني. حلو. زين يمكن اللي يطري على بال يعني اي شخص قاعد يتابع اللقاء هذا يقول هل يعني يقتصر عمل فريق التدخل والانقاذ والاستجابه الكويتي على يعني عمله على مناطق معينه صوب الشاليهات صوب المخيمات، ولا لا موجود يعني 24/7 باي مكان احنا بغينا؟ احنا متواجدين في اي مكان، احنا موجودين على مدار 24 ساعه طوال ايام الاسبوع، لكن على يعني مثل ما نقول اغلب البلاغات اللي قاعد توصلنا بما ان الحين موسم مخيمات فهو في البر اغلبها، يعني حتى البلاغات اللي في البحر شوي قليله، وعندنا مثلا العوائل وبنات مثل ما نقول للاغلب في مدينه الكويت يعني. حلو. اليه تلقي البلاغات هذه شلون؟ اي نعم، عندنا طبعا ثلاث ارقام للبلاغات ورقم خاص بالفيديو كول مثل ما قلنا للاحتياجات الخاصه اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هم الصم والبكم. الارقام موجوده في السوشيال ميديا وممكن ان نذكرها اللي هو 9662 5572، وكذلك 9662 5573، هذول الارقام اللي هو البلاغات الدايركت راح نتواصل معك وتطلع لهم على طول على 24 ساعه. انا حفظت الرقم. الله يعطيك. تمام، لازم الكل يحفظ الرقم، الواحد لازم دائما اصلا يعيده عشان في حال احتاج. طيب التجهيزات والمعدات اللي دائما تستخدمونها في الحالات يمكن خلينا نقول المتكرره، وحتى لو ياكم شيء مفاجئ شنو تسوون؟ اكيد طبعا احنا كل سنة عن سنة قاعد نكتشف أو حتى العلم قاعد يتطور بحيث أنه في معدات جديدة قاعد تطلع في السوق. ممتاز. فإحنا مثل ما قلنا لكم في الصيف يتم تجهيز مركباتنا من معدات خاصة فينا وكذلك معدات خاصة في المركبات. مثل ما أنتم عارفين أو يمكن شايفين سياراتنا برا، المركبة مطابقة للمقاييس العالمية، يعني إحنا كل الأغراض اللي قاعد نحطها في المركبة من شركات عالمية معترف فيها بدول العالم كلها. شنو الأغراض اللي قاعد نحطها؟ مثلا زيادة ارتفاع المركبة،
مو على قولتهم في ناس يقولون ايه قاعد يحطون زياده ارتفاع عشان الشو والامور هذه. لا، احنا عندنا هالامور هذه قاعد تساعدنا في شنو؟ اتمام عمليه الانقاذ نفسها. يعني مثلا لما انا ارفع المركبه مثلا عشان اذا ارتفع مرسوم بالمياه اقدر ان امشي في السياره واضح. كذلك اي نعم. فعندنا السنوركل الخارجي مثلا بانه ما يساعد الماء يدخل على الماكينه فتكون اعلى نسبه مياه فوق مستوى السياره، فانا اقدر ادش في السياره في الماء عادي. عندنا كذلك الونشات الخاصه في سحب السيارات، في تعديلات في نسميها بالكويت مضبطين السيارة على حسب ما انت على حسب الحاجه اللي احنا نبيها. نعم يعني حتى مضبطين، يعني انا سيارتي شخصيا يكرم السامع حتى فيها دوره مياه، فيها خيمه، في هذا ليش في بلاغات نطول فيها 8 ساعات. فممكن ان احنا نستقر في الموقع. احنا عندنا الحمد لله شغله وايد تميزنا بان احنا لما تطلبنا مستحيل نهدك ونمشي. يعني لو نعطيك سيارتي الشخصية أقول لك رد البيت، بس أنا راح أحاول أطلع سيارتك كثر ما أقدر. يا سلام عليكم. ما شاء الله. زين أماني، يمكن الواحد يطرح على باله شنو آلية التعاون بينهم بين الفرق التطوعية الثانية، إيش راح تقول لي؟ طبعا احنا بالكويت هناك العديد من الفرق التطوعية الخيرية وكذلك الإنقاذ. احنا الحمد لله متعاونين مع جميع الأفرقة بالخاصة في الإنقاذ والأفرقة الخيرية. مثل شلون عندنا تعاوننا مع فريق كويتي رئيس اخوي عبد الوهاب الجاسر بان تم توزيع مثلا افطار صائم في رمضان السابق، فهذا نقول اعمال خيريه نقدر ان نتعاون وياها. تعاوننا مع افرقه الانقاذ الحمد لله انا شايف انه في تعاون واضح بين افرقه الانقاذ المختلفه اللي عندنا او العديده اللي بيننا. في تحدي للتميز بين هذه الافرقه، لكن الحمد لله كلنا على قلب واحد وبيد واحده ان شاء الله. الحمد لله. انا اتوقع اجابه هني معروفه حق هذا السؤال ولكن حابه اسمعها. الصدى الأشياء الحلوة اللي سويتوها سوفار حق الناس، مدى تقبل المجتمع لما فعلتموه إلى الآن واللي ناويين تسوونه ما شاء الله. يعني تليفوناتنا احنا حتى تليفوني الشخصي ما قاعد يسكت ناس انا شخصيا ما اعرفهم الصراحه، قاعد يشون علينا بالواتساب الله يجزاكم خير هذا ميزان حسناتكم. فهذا الشيء بالضبط يعني تحسين بسعاده انت مو حاستها، وطبعا هذا اللي مارس العمل التطوعي راح يحس بهالشعور هذا. طبعا ما يكون من الجمهور ناس قالوا لكم شلون نبي؟ والله احنا الاقبال جاي لنا حتى العديد من المعارض ان هم اللي قاعدين يبون يشاركون بهالمعارض عشان بالضبط نبرز طاقاتنا هذه اللي احنا قاعدين فيها. زين لو نجمع ثلاثة اسامي مع بعض ايش راح تقول لي عنهم؟ فريق الاستجابه والانقاذ الكويتي، وزاره الداخلية، إنزين الإدارة العامة للدفاع المدني. حلو. طبعا كوزارة الداخلية احنا نشكرهم طبعا على دعمهم المعنوي وتشجيعنا لهذا العمل اللي احنا قاعد نقوم فيه، لأن كان في اجتماع قبل فترة بسيطة قبل لا تكون هناك يعني قبل لا يبلش موسم الأمطار، كان في اجتماع مع اللواء جمال الصايغ وخذينا منه العديد من التوجيهات ومثلا السلبيات اللي صارت في الفترة السابقة، وجهنا على ان نكون احنا في عمل ايجابي في الفترة القادمة، والحمد لله تم الاستماع لهذه التوجيهات والحمد لله ان كنا في الصورة. الحمد لله، الف الحمد لله. شنو رسالتكم اليوم اللي حابين توصلونها للمجتمع الكويتي وحتى اي متلقي من الخارج في خصوص العمل التطوعي والمشاركة بهذا الشيء الجميل؟ طبعا بخصوص العمل التطوعي احنا اغلب الامور اللي الصراحه مرات تضايقنا بان الناس يقولون انت ليش قاعد تقوم في هذا العمل التطوعي، او مثلا بالكويتي يقول لك شو اللي حادك؟ شو اللي حادك؟ انا اتكسر سيارتك او انك تخربها على والله عشان تساعد غيرك. هو شنو هو الهدف او شنو معنات العمل التطوعي بالاصح؟ هو العمل التطوعي هو العمل الخير بدون مقابل، يعني انا ما انطر مقابل من شخص. أنا أنطر الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا أول شيء. لكن كعمل تطوعي فيه مميزات وفي أهداف للعمل التطوعي، منها استغلال وقت فراغ. صحيح. يعني أنا بدل لا أضيع وقتي بشيء مو مفيد أو أنه مثلا والله طلعة ما منها فائدة، لا أنا أضيع وقتي بشيء مفيد. ممكن أن نتبادل الخبرات ما بيننا وبين بعض. يعني أنا قبل لا أسوي فريق تطوعي أو قبل لا هذا كنت ملتحق في عديد من الفرق التطوعية، مثلا لوياك، كيرانشير وإلى آخره. فاشتغلت في المطاعم، اشتغلت في شركات الاتصالات، اشتغلت يعني استمتعت شغوف تجاه هذه الأعمال. عرفت يعني في المطاعم أنا استغربت في وايد أمور، إحنا مجرد أن نشتري الوجبة ونمشي نتوكل على الله، بس في أمور وراء بالساف يعني قاعد نقوم فيها ما حد يدري فيها إلا اللي شغال فيها. فهذه تبادل خبرات ما بيننا وبين بعض بالضبط. فالعمل التطوعي شيء واسع، يعني الناس ماخذة فكرة أنه والله عمل تطوعي، زين شنو اللي أستفيد من العمل التطوعي؟ فقلت لكم اكتساب خبرات، علاقات اجتماعية، ممكن بأن أنا ترى اختلاف الثقافات وإلى آخره. يعني إحنا الحمد لله الفريق ممكن نكون الأول اللي يتقبل الكويتي والغير كويتي ما شاء الله. ليش هالفكرة؟ لأن أنا وجهة نظري أنه شايف العمل التطوعي لا يقتصر على جنسية أو لون أو
بالضبط. فاحنا جامعين جميع الاشياء، فهذه هم شنو تبادل ثقافات. فالعمل التطوعي شيء كبير يعني، جميل جدا. محافظتك على ديرتك طبعا. احنا بنتعرف على اشياء وراء الكواليس، اشياء يمكن احنا ما نعرفها ولا المشاهد يعرفها. فعدد البلاغات اللي تم تلقيها في الفتره الماضيه وخاصه فتره غزاره يعني الامطار عفوا، ربي يبارك ويزيد فيها. طبعا احنا عندنا اللي هو الاستاذ رواف الرواف المسؤول عن الموضوع هذا، احنا دائما نسوي احصائيه شهريه. حلو. نشوف كم بلاغ وصل لنا، كم بلاغ نستقبله، وكم بلاغ اللي ما قدرنا نروح له. فالحمد لله احنا قاعد نغطي فوق النص من البلاغات الحمد لله. عشان نكون شفافين، يعني ما نقول لكم نغطي جميع البلاغات لانه ما راح نقدر يعني، ما شاء الله. بالضبط. بالنهايه هو اجتهاد، هو عمل تطوعي. فاحنا قاعد نغطي الحمد لله فوق النص من البلاغات. في الايام العاديه يعني بالاشهر ممكن ترى فوق ال 400 بلاغ ما شاء الله. اي ممكن ان نغطي احنا 200 فوق ال 200 بشوي، بس ما راح نقدر نغطيهم كلهم يعني على حسب تضارب الوقت والى اخره، لان كلنا ترى عندنا التزامات. يعني انا مثلا معلم في وزاره التربيه، عندنا رفيجنا واحد مهندس، فكلنا عندنا وظائف، فيصير مثل موضوع الشفتات يعني ما شاء الله. اي فبخصوص البلاغات قلت لك يعني من 200 وفوق، هذا بالاشهر العاديه. بالامطار احنا العاده نستقبل البلاغات اللي هي الشايده او الكبيره. شلون مثلا يعني الفتره اللي طافت في واحد عنده حلال دق علينا، كان يقول حلالي قاعد يغرق. أوه. اللي هو ايه في البر. أوكي. عنده ابل ونياق والامور هذه، فصحيح الحلال تطشر في سيليا وخذ الحلال والى اخره. فالريال ما شاء الله اليوم وصلنا له ولم يجمع حلاله بمكان بعيد عن الماي، لكن للاسف الياخور كله يعني غرق من تناكر من الحلال، كلها الخيام كلها راحت. اي فدق على ان هم وضعنا خطه معينه. طبعا احنا كل ما نروح بلاغ كبير نفس هذا يتم تجميع الفريق ونضع خطه بان شلون راح نتعامل مع البلاغات. حلو. اما البلاغات الصغيره لا، يعني وقت الامطار على قولتهم اهم شيء عندنا اللي هو السيارات الغرقانه. في ناس مثلا قاعده في السرداب ما تقدر تطلع. صحيح. هم عندنا اللبس الخاص في الماي بان انا اقدر ادش تحت الماي واطلع الناس هذيلا، طبعا مع مراعاه الامن والسلامه. يعني مثل ما نقول مثلا لما ينزل الماي في السرداب في كهرباء، فانا راعي ان الكهرباء شغاله ولا لا. صحيح. فهذه الخبرات نفس ما قلنا تو نتبادل ما بيننا وبين بعض، ليش عندنا عضو مثلا في وزاره الكهرباء، عندنا عضو مثلا في الداخليه في الاطفاء، فهذه الخبرات قاعد نكسبها. وعليكم العافيه الامانه، شيء الواحد يفخر فيه. اكيد. تكلمت طبعا عن البلاغات المتعارف عليها، الا ما يكون في بلاغات قد تكون غريبه او صعبه عليكم يا ريت تقولها؟ والله صعبه، في بلاغات صعبه بس الحمد لله الشباب قدها وقدود يعني. أكيد. ومثل ما قلت لك ان احنا ما قاعد نهد ولا بلاغ الحمد لله، يعني حتى لما نروح مثلا نشوف الشيء صعب حتى لو نستاذن منه اليوم اوكي على نهار مثلا اذا كان ليل، لان مثل الاماكن خطره وهذا ما ينفع انك تشتغل فيها بالليل. اغرب بلاغ مر علينا بان جاء لنا بلاغ بان في سياره غرقانه في مسنه. احنا رايحين على اساس السياره مبينه يعني، يوم وصلنا ولا سياره مو موجوده، سياره تحت البحر. سياره تحت البحر اي مو موجوده، يعني السقف يلا قاعد يبين عندنا. يعطيك البرقه هذه بالضبط. اللمعه هذه في شيء هنا ممتاز بالضبط. والطراد هم نفس الشيء، يعني هو سياره مع العربانه رايحه والطراد بصوب ثاني. فهني فائدة المعدات اللي احنا قاعد نركبها بالسيارة، ركبنا الونش. طبعا عندنا ونش يسحب تقريبا 6.5 طن والحبل 11 طن، ف ما شاء الله. اي فسهالة، ربطنا سيارتين مع بعض، ركبنا الونش، تم انتشال المركبة. طبعا المركبة للأسف انها مليانة ماي، يبي لها تصليح مع الأول. اي نعم. فتم انتشال المركبة، بعد هذا انتشال كذلك الطراد، وصلنا الطراد للشاليه الخاص في المبلغ. ما شاء الله. زين يمكن السؤال اللي يتراود على ذهن أي إنسان اليوم، أنتوا من واقع الجهود المضنية اللي قاعد تقومون فيها، زين كفريق تطوعي معترف فيه، كمبادرة جميلة من شباب كويتي، كأمور رائعة، ما تتمنون أنكم تصيرون تحت مظلة خلنا نقول جمعية نفع عام على سبيل المثال، أنتوا تكونون رؤساء مجلس إدارتها، تكونون تحت مظلة رسمية تحد عملكم وتعطيكم صلاحيات أكثر وأكثر؟ بالضبط. طبعا كان في فكرة احنا دائما نطرحها بأن ليش ما يكون هناك اتحاد للأفرقة التطوعية؟ يعني الحين مو بس الإنقاذ، احنا قاعد نتكلم ما شاء الله كم فريق تطوعي موجود عندنا في الكويت، تقريبا فوق 60 فريق وفوق اللي هو أفرقة تطوعية. فليش ما يكون في اتحاد للأفرقة التطوعية أو جمعية نفس ما قلت تضم هذه الفرق وتكون على خطة معينة وعلى أساسات معينة في العمل بإذن الله. يعني الأمانة الواحد أماني لما يشوف الجهود هذه إنزين يفتخر إنه هو على هذه الأرض، ويشوف إن عيال الديرة هذه ناس معطاء قاعد تعطي من قلبها حق هذه الديرة. حتى إحنا كمذيعين نفخر. أصلاً والله ما هي قريبة، يعني الكويت معروفة بلد الإنسانية وحضرة صاحب السمو إحنا نقتدي فيه طبعاً. أكيد. نورتونا وشاكرين لكم هذا المجهود.
وجود وهذا اللقاء خير. المميز أكيد اللي وصلنا من خلال رسائل، وإن شاء الله نشوفكم أكثر وأكثر ونسمع عن إنجازاتكم العظيمة بحق البلد. أكيد كل الشكر والتقدير لضيفنا المهندس سليمان نادر الخضري، رئيس ومؤسس فريق الاستجابة والإنقاذ الكويتي التطوعي. رح نكمل معكم أكيد فقرات برنامج صباح الخير يا كويت، خليكم معنا. تعلم أن حصان طروادة أو تروي التي كانت معروفة في التاريخ اليوناني وهي مدينة قديمة تقع شمال غرب تركيا، ويرجع عمر هذه المدينة إلى 3000 عام قبل الميلاد، ويبلغ وزن هذا الحصان 3 أطنان وطوله 108 أمتار. ذكرت قصة الحصان في الكثير من الأساطير القديمة، ويعرض هذا الحصان في مدينة شناكالي، وتعتبر من أهم الأماكن السياحية في تركيا.
طبعا لا شك أن تقاس نهضة الأمم ورقيها بمستوى التعليم والتدريب فيها وما تقدمه من خدمات للارتقاء بالفرد والمجتمع. وفي هذا الإطار وانطلاقا من أهمية تفعيل الشراكة المجتمعية لتعزيز قدرات العنصر البشري في مختلف المجالات، أنشأ معهد البناء البشري للتدريب الأهلي معهد البناء البشري للتدريب الأهلي تحت مظلة جمعية المنابر القرآنية. يعد معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية أول معهد تدريبي نوعي غير ربحي يقوم بتقديم خدمات تدريبية وتأهيلية لفئات الرعاية الاجتماعية. عندنا تفاصيل أكثر عن هذا المعهد وعن أهدافه وأيضا عن أنشطته مع ضيفتنا المهندسة عواطف محارب السلمان مدير إدارة معهد البناء البشري للتدريب الأهلي. صباح الخير أستاذ عواطف. صباح النور، حياكم الله. بداية نتقدم لكم في جزيل الشكر على هذه الاستضافة الجميلة التي تسلط الضوء على مبادرة وطنية إنسانية حققت لله الحمد ثمارا جميلة، انتهت بتخريج 3 دفعات من فئات الرعاية الاجتماعية ونحن الآن في صدد الرابعة بإذن الله. الحمد لله. لو نتكلم عن نشأة معهد البناء البشري للتدريب الأهلي، من وين جت الفكرة، دوافع وأهداف إنشاء هذا المعهد الرائع؟ معهد البناء البشري يعتبر مثل ما تفضلت أول معهد نوعي بالكويت يخدم فئات الرعاية الاجتماعية. بدت فكرة المعهد من سنة 1999. ما شاء الله. كانت بجهود مشتركة تطوعية تؤمن برسالة أن الفرد من فئات الرعاية الاجتماعية يحتاج إلى دعم. فكرنا كثير شنو الدعم اللي ممكن يقدم إلى هذا الفرد من هذه الفئة. ما لقينا أفضل من أن احنا نقوم بعملية تدريبه تأهيله إلى سوق العمل ومن ثم البحث أو خلق فرص وظيفية له ومن ثم الانخراط في المجتمع وإعادة مشوار الحياة من جديد. والله هدف سامي جدا. هذا كان الهدف. نعم. فالمسيرة طالت الحمد لله، طوالة المسيرة الفترة الطويلة هذه كلها يعني كنا نبحث عن مظلة حقيقية للمعهد لغاية لما سنة 2017 تمت المظلة عن طريق جمعية المنابر القرآنية وأنشئ المعهد تحت مظلته كأول معهد نوعي يقدم خدماته لهذه الفئات. نعم. طيب أستاذ، لو نبي نعرف أهم الأنشطة، أهم البرامج، أهم الدورات التدريبية وكذلك التأهيلية اللي يقدمها هذا المعهد. للمعهد رؤية واضحة في هذا الموضوع اللي هو تقديم أجود خدمات الرعاية لهذه الفئات، ورسالته هي خلق فرص وظيفية لهم مثل ما قلنا وتحقيق البعد الاجتماعي للدولة في هذا الموضوع، حيث أن الفرصة الوظيفية هي القيمة الحقيقية المضافة للفئة وللدولة. أهم أنشطة البرنامج أن يقدم دوراته التدريبية في اختصاصات معينة، العلوم الإدارية والتجارية التربوية النفسية الاجتماعية إضافة إلى العلوم الشرعية والقانونية. مدة البرنامج التدريبي عام كامل 36 أسبوع، تنقسم إلى 17 أسبوع تدريبي هي المواد المساندة والتمهيدية، 19 أسبوع تدريبي آخر توجه لمهارات الحصول على وظيفة. جميل جدا. لو نتكلم عن أهم الفئات المستهدفة، الفئات العمرية اللي أنتوا قاعدين تقدمونها لهؤلاء الطلاب، من هم؟ فئتهم العمرية، الفئة المستهدفة من هي؟ فئات الرعاية الاجتماعية تم حصرها في معهد البناء البشري إلى فئات معنية فيها وزارة الشؤون، لهم الأيتام، مجهولين الأبوين، المسنين، المعنفين، الجانحين والجانحات، وفئات موجودة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فئات موجودة في مؤسسات المجتمع المدني، أبناء المرضى، أبناء السجناء، أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وأيضا الفئات المعنية بالتعامل مع هذه الفئات. جميل. الفئة العمرية احنا نستهدف دائما من عمر 18 وما فوق، اللي هي الفترة اللي يبحث فيها الفرد عن فرصة وظيفية. للمعهد طبعا قيم، من أهم قيم المعهد هو التمكين المهني لهذه الفئات، العدالة والمساواة، أن تشعر هذه الفئة بأن لها الحق في هذا المجتمع بأن تصبح عنصر فاعل فيه، التمكين المهني قلنا والعدالة والمساواة، المسؤولية المجتمعية والإبداع والابتكار، لأن هذه الفئة حتما في عندها طاقات مخبوءة. وجود مثل هذا المعهد وهذه البرامج تساهم في شنو، في تحقيق شعورهم ورغبتهم في أن يكون عنصر فاعل في المجتمع. جميل جدا. ممتاز. طيب هل في مبادرات أو آليات عمل مشتركة بينكم وبين جهات الدولة لتفعيل الشراكة المجتمعية وتحقيق أيضا الأهداف المنشودة من هذا البرنامج؟ صحيح. قائم المجتمع المعهد أساسا على الشراكة المجتمعية مع هذه الفئات. نقسم الشركاء في معهد البناء البشري إلى شريك استراتيجي. الشريك الاستراتيجي من يساعدنا في تحقيق الهدف.
تحقيق الهدف في الحصول على الشهادة، تحقيق الهدف في الوظيفة، تحقيق الهدف في دعم المشروعات الصغيرة. فالشريك الاستراتيجي هنا في الدولة هم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب معني بالشهادة، ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة معنيين في التوظيف بالقطاعين الحكومي والخاص، الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة معني بدعم المشروعات الصغيرة. هذول شركاء استراتيجيين لتحقيق الهدف الاستراتيجي. شركاء النجاح الجهات المعنية بخدمة هذه الفئات، يعني المعهد وجه إلى فئات الرعاية ولكن مو كل الجمهور يقدر يتقدم إلى المعهد. مثلا فئات الرعاية المعنية في وزارة الشؤون، إحنا نأخذ هذه الفئات من وزارة الشؤون. الفئات الموجودة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، إحنا نأخذ هذه الفئات. فشركاء التنمية هم من يتولى دعم هذه الفئات، فيتم الشراكة مع المعهد من أجل شنو؟ من أجل دعم البرامج. الشركاء الداعمين اللي هو مثل الكيفاس، تعتبر مؤسسة كويت التقدم العلمي، اتحاد المصارف، بيت الزكاة، الهيئة الخير الإسلامية العالمية، هذه الجهات أيضا داعمة. هذه الشراكات كلها في النهاية ساهمت في تحقيق الهدف لمعهد البناء البشري والوصول في النهاية إلى توظيف هذه الفئة بالقطاعين الحكومي والخاص. جميل جدا. ولنتكلم عن أبرز جهودكم في فتح برامج التوظيف مع القطاع الحكومي. هل هناك خلينا نقول شراكة استراتيجية، شراكة مجتمعية ما بين خلينا نقول توفير سبل إنزين توظيف جديدة لهؤلاء الناس المحتاجة؟ صحيح. أيضا من أهداف المعهد خلق فرص وظيفية جديدة لفئات الرعاية الاجتماعية، اللي هو مثل إحنا عندنا الحين إحنا في صدد الترتيب مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة الأوقاف في وظيفة المؤذن للكفيف. جميل. فهذه وظيفة يعني مستهدفة لهذه الفئة، يتم التنسيق بها مع الجهات المعنية. عندنا وظيفة المساج الطب الإكلينيكي أيضا مع وزارة الصحة والديوان والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فرصة وظيفية جديدة لفئة ذوي الإعاقة. عندنا أيضا فرص أخرى، فرصة وظيفة مشرف التغذية موجهة أيضا للوزارات والفنادق. فعندنا أيضا فرص وظيفية حرفية مثل مصفف الشعر والتجميل للبنات. هذه الفرص الوظيفية هي معنية بفئات الرعاية الاجتماعية والتنسيق مع الجهة الداعمة لتوظيفهم عندها. فهذا هو هدف المعهد في الشراكة وخلق الفرص الوظيفية. أيوة والله جهودكم جدا رائعة. جزاكم الله خير. نعم. طيب في العام الماضي تم الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى لفئة ذوي الإعاقة. فهل في استعداد لتدشين برنامج ثاني؟ كلمينا عن كفاءة مخرجات الدفعة الأولى وطبيعة أيضا البرنامج الثاني التدريبي لهذا العام. الدفعة الأولى هي تعتبر الدفعة الأولى لفئة ذوي الإعاقة، ولكن هي الدفعة الثالثة لمعهد البناء البشري. خرج معهد البناء البشري الدفعة الأولى اللي هي دفعة في قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون، الدفعة الثانية لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي في مؤسسات المجتمع المدني، الدفعة الثالثة هي كانت دفعة ذوي الإعاقة ضمن مبادرة حملة شركاء لتوظيفهم. هذه الحملة تعتبر أول حملة نوعية في الكويت لتوظيف فئة ذوي الإعاقة، تمت بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ودخول 13 جهة من الكويت حكومية وقطاع مدني وقطاع خاص لدعم هذه الحملة، ومن ثم انضموا لها العديد حتى وصلنا إلى 29 جهة. ما شاء الله. تخريجنا للدفعة الأولى يعني حقيقة راهن فيها على النجاح مع القطاع المصرفي. دخلنا للقطاع الصعب، توظيف إعاقات ذهنية في القطاع المصرفي. دخل ويانا 29 من ذوي الإعاقة، تم توظيف 16 منهم. ما شاء الله. 9 في البنك الأهلي المتحد، 4 في بنك الخليج، 2 في البنك الوطني، و1 في البنك التجاري. توظيف 16 من أصل 29 هذا بحد ذاته نجاح الحمد لله. هذا النجاح فوق معدل النص. صحيح. لا إله إلا الله. عطى الدافعية لبنك الخليج أنه يقوم بتوفير 50 مقعد وظيفي لفئة ذوي الإعاقة. ما شاء الله. عطى الدافعية لاتحاد المصارف أن يوقع مذكرة تفاهم على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتوفير أكبر عدد ممكن لذوي الإعاقة أنهم يتوظفون في البنوك العشرة. ما شاء الله. وتحديد برامج نوعية لهم يتم تدريبهم عليها ومن ثم توزيعهم في إدارات البنوك. بالتأكيد. وهذا اللي يسمى تعزيز الشراكة المجتمعية. صحيح. وأيضا المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، هذا وجه من أوجهها بالتأكيد. صحيح. وهذا وجه مشرف. لا بعد أبشركم، إحنا الحين دخلنا للقطاع المصرفي، الحين فتحنا مع البرنامج الجديد الثاني اللي هو برنامج الإدارة المكتبية. دشن هذا البرنامج قبل أسبوع، وأيضا بانتساب 29 من ذوي الإعاقة بدخول الثلاث قطاعات، قطاع مصرفي،
قطاع نفطي وقطاع اتصالات. جميل جدا. يمكن أي شخص قاعد يطالع اللقاء أستاذ عواطف يعني تبادر إلى ذهنه أن من واقع الجهود المضنية الجميلة اللي أنتم قاعدين تقومون فيها يفترض ربط مخرجات التعليم اللي أنتم قاعدين تقدمونها مع متطلبات سوق العمل، فهذا خلينا نقول شيء جديد يقع على عاتقكم، خلينا نسولف عليه. صحيح، هذا هو اللي احنا قلنا قبل شوي، احنا في صدد خلق فرص وظيفية جديدة. أدرب الكفيف على وظيفة المؤذن، حفظ القرآن ووظيفة المؤذن ومن ثم تعيينه. ندرب مثلا الأصم أو الكفيف على المساج الطب الإكلينيكي ومن ثم تعيينه في عيادات مرضى القلب والسكري. يعني الموضوع ما هو مجرد تدريب فقط، لا لا لا، هو يعني الموضوع موجه. هذا موجود عند الجماعة. صحيح، تدريب موجه، تدريب موجه ويرتبط بالوظيفة اللي راح يتوظف فيها، لأن احنا قلنا 36 أسبوع تدريبي، 17 مواد مساندة تمهيدية و19 أسبوع تدريبي هو مخصص للتدريب في هذه الوظيفة. ما شاء الله. طيب أستاذة، لما تقولين تدريب موجه، هل تعنين أن أنتم تشوفون مهارات والميول عند هذا الطالب وين يقدر يبدع فتحطون على هذا الأساس، ولا هو يختار على أساس وين يقدر يلاقي نفسه في هذه التخصصات المتاحة؟ كثير دخلنا في هذا المجال. آخر شيء وصلنا إلى شيء مهم جدا، دراسة تحليلية لسوق العمل، وين الفرصة الوظيفية؟ فلما أبحث عن الفرصة الوظيفية وأجد في فرصة وظيفية في هذا المجال، أبدأ أنا أدرب الطلبة، لأن الطالب من فئة الرعاية الاجتماعية هو في قمة حاجته أنه يتوظف. صحيح. عندهم قدرات، فقدراتهم تتكيف على البرنامج اللي احنا نبي نوظفه فيه. فهني دراستنا التحليلية لسوق العمل، الإمكانيات اللي قدمتها الجهات المعنية بتوظيف هذه الفئات، ساعدتنا في احنا نحدد الوجهة وين بالضبط بندرب وين وبنوظف وين. جميل جدا. يمكن فلسفة الدمج قائمة على مجموعة من الأهداف، خلينا نتكلم شوي عن فلسفة الدمج، واليوم هذا صار مطلب شعبي ومطلب يعني طالب فيه كل الأكاديميين وكل الناس المعنيين وكل المثقفين وكل الشعب، ان نبي هناك دمج اجتماعي. فنتكلم عن ثقافة الدمج أستاذ عواطف. صحيح، المعهد يبحث في البعد الاجتماعي، تحقيق هدف شبكة الأمان الاجتماعي. يحقق هذا الهدف من خلال خلق فرص وظيفية لهذه الفئات ودمجهم في المجتمع. هنا تكمن فلسفة الدمج، لما أنا أشعر المجتمع بضرورة النظرة الإيجابية لهذه الفئة بأنها عنصر فاعل في المجتمع، بأنه لابد أن يتحقق لها الوجود في المجتمع من أجل أن يصبح حال الإنسان الذي لا يعاني من إعاقة ولا يعاني من مرض اجتماعي أو آفة اجتماعية. الدمج مع وجود هذه البرامج والمبادرات موجود حقيقة في الكويت، وموجود عندنا إحنا في المعهد من خلال الشراكة الحقيقية التي تكونت. يعني إحنا قلنا بالأول شركاء لتوظيفهم، دخلنا ب13 وصلنا إلى 29 ما شاء الله. بتخريج الدفعة الأولى. فالدمج الحمد لله يعني نقدر نقول أن بالكويت عندنا بالذات الثقافة هذه الحين في توسع وفي انتشار، ونسعى كلنا لها إن شاء الله بإذن الله. طيب لو نتكلم عن ما هي الخطة أو أهم الخطط التشغيلية لديكم لتعزيز الخدمات التعليمية والتأهيلية أيضا المقدمة لفئات الرعاية الاجتماعية. خطة يقوم المعهد على خطة تشغيلية قائمة على مبادرات عديدة. المبادرات هذه هي زيادة عدد المنتسبين من فئات الرعاية، البحث عن فئات رعاية نوعية أيضا، زيادة عدد المنتسبين منهم، زيادة عدد البرامج المقدمة لهم، زيادة عدد الوظائف الممنوحة لهم، زيادة عدد المشاريع الحرفية التي ممكن أن تدعم لهم، زيادة عدد الشراكات التي تساهم معنا في تحقيق هذا الهدف. هذه الزيادات مع هذه المبادرات هي من تساهم في خلق البرامج التأهيلية التدريبية اللي احنا نبحث ان احنا نأديها مع بعض، في النهاية نحقق الهدف الأساسي اللي هو دعم خطة التنمية الإنمائية، دعم خطة شبكة الأمان الاجتماعي، ورفع مؤشر التنمية البشرية لفئات الرعاية الاجتماعية. جميل جدا. اليوم لأي خلينا نقول قطاع في هذه الدولة، سواء كان قطاع حكومي مستقل، كان قطاع خاص أو غيره، ضرورة وجود مسؤولية اجتماعية، social responsibility، من خلالها أنا أقدم يعني أشياء لمجتمعي وهو يكون في احتياجها ومن واقع طيب نية وحسن نية لكي يرقى هذا المجتمع. كثير من خلينا نقول الفئات المجتمعية غفلانة عن مدى أهمية المسؤولية الاجتماعية عندنا في المجتمع الكويتي. نبي نصيحة منك، نبي حكاية طيبة تقولين لهم كذي عن مدى أهمية المسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية ثقافة مجتمع. ما شاء الله عندنا بالكويت ثقافة العمل التطوعي كبيرة. أيوة كبيرة حيل، وشعورهم بأن يعني هو لابد أن يقدم هذا الجزء من المسؤولية المجتمعية موجود، حقيقة موجود، ولكن كيف يتم؟
هنا هي الرسالة اللي لازم توجه، هي رسالة وعي إعلامي، وعي مجتمعي. إحنا عندنا هذه الثقافة موجودة، ولكن نبحث إلى تقنينها. يعني المسؤولية المجتمعية تجاه فئات الرعاية الاجتماعية أكثر من المسؤولية المجتمعية تجاه أي موضوع آخر مثلا. صحيح. إحنا نراها كذي، لكن ممكن يقول لا، المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة أعظم من المسؤولية المجتمعية تجاه هذا العنصر. أنا أرجع أقول لهم لا، العنصر هذا تنمية بشرية، مسؤولية المجتمعية تجاهها أقوى. فالمسؤولية المجتمعية لها أوجه عديدة موجودة عندنا بالكويت. إحنا من خلال رسالة الوعي والشعور والإيمان بحقيقة هذه المسؤولية نستطيع أن نصل إلى شيء. أدعوهم كلهم إلى تحقيق هدف المسؤولية الاجتماعية في حياتنا عامة بإذن الرحمن. والأمانة يعني رسالة ودعوة رائعة من الأستاذة عواطف. طبعا كل الشكر والتقدير لك أستاذة عواطف على العنوة، على الجية، على الكلام الطيب وعلى سعة الصدر. كل الشكر لكم أنت واللي أتحتوا لنا الفرصة أن احنا نعبر عن حقيقة نجاح معهد البناء البشري وتقديم خدماته لفئات الرعاية الاجتماعية. من خلالكم أوجه شكري إلى كل أسرة الإعداد في هذا البرنامج الجميل، وأوجه شكري الخاص إلى كل الجهات الداعمة، كل الشخصيات الداعمة، كل فئات الرعاية الاجتماعية اللي عندها الدافعية الحقيقية أن هي تبي تصبح عنصر فاعل في المجتمع. كل الشكر لهم من خلالكم، ومشكورين زاكم الله الف خير. كل الشكر لضيفتنا المهندسة عواطف محارب السلمان، مدير إدارة معهد البناء البشري للتدريب الأهلي. راح ننتقل معاكم مشاهدينا إلى زميلنا نجيب القحطاني، متواجد حاليا في مشروع مستشفى الأمراض السارية الجديد. ننتقل معاه إلى اللوكيشن. مشاهدي الكرام، أصب عليكم بالخير وأصب على الزملاء في الاستديو، على هاشم وعلى أمانة وعلى مني وكل من شاهدنا على الشاشة الفضائية الكويتية. مثل ما حنا عودناكم في لقاءاتنا وجولاتنا، احنا اليوم موجودين في مستشفى الأمراض السارية، تصميم وإنشاء وتجهيز وتأثيث وصيانة تشغيلية لهذا المستشفى. مساحة هذا المستشفى 75,000 متر مربع، وبسعة سريرية 224 سرير. راح نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع معنا المهندسة قدير الأشوك من إدارة المشاريع في وزارة الصحة. مهندسة صباح الله بالخير، يعطيك العافيه وعساك على القوه. الله يعافيكم. هلا والله مهندس. دائما احنا مع المهندسين الكويتيين الله يعطيهم العافيه. احنا كنا في هذا المشروع من اول ما بدا، اليوم ما شاء الله نشوفه جاهز. ودنا نتكلم عن هذا المشروع. بالنسبه حق مشروع مستشفى الامراض الساريه، احنا عندنا هذا المشروع يسع للسره 224 سرير، بالنسبه لمصافه السيارات 150 سياره عندنا بالسرداب، اما التوتال عندنا مصافه سيارات 336 سرير. مكونات المشروع عندنا سرداب دور ارضي وخمس ادوار علويه من الدور الاول الى الدور الخامس. السرداب في مصافه السيارات، في المسرح، بالاضافه الى غرف الالكتروميكانيكال. اما عندنا الدور الارضي هو في المدخل الرئيسي، بالاضافه الى قسم الصيدليه، وعندنا قسم الاشعه. عندنا بالدور الاول غرف العيادات الخارجيه، بالاضافه الى وجود عيادات الاسنان والمختبر. عندنا من الدور الثاني الى الدور الخامس ادوار متكرره خاصه خاصه لغرف المرضى، بحيث ان احنا عندنا مثل ما ذكرت 224 سرير فيهم. ممتازه ما شاء الله. يعني مهندس، احنا نشوف ما شاء الله هذا المشروع من المشاريع الكبيره، ودائما وزاره الصحه تهتم في هالمشاريع، وانتم ما شاء الله عليكم يعطيكم العافيه في هالمشاريع. لكن يعني ودي اتكلم عن الانظمه اللي موجوده، عن هذا المبنى. ما شاء الله هالمبنى مجهز تجهيز كامل، حتى كذلك انه الصيدليه مجهزه عن طريق الروبوت، عندكم الكبسوله اللي يسمونها حق التوصيل من المختبر لمختبر. نوضح هذه النقطه. بالنسبه حق على اعتبار ان هذا المشروع من مشاريع التنميه في الدوله، كان مهم ان احنا نحط انظمه متطوره فيه. مثال على هذه الأنظمة مثل ما ذكرت، عندنا قسم الصيدلية في عندنا روبوتك سيستم. طبعا الهدف من هذا النظام أنه يصير دقة لوصف الأدوية وهم سرعتها. وثاني نظام عندنا اللي هو نظام نيوماتيك تيوب سيستم، هذا النظام خاص لنقل العينات من منطقة إلى منطقة أخرى. مثال على المحطات المتواجدة في هذا المستشفى، عندنا مثل نيرس ستيشن موجودة في قسم المختبرات وغيرها من الأماكن. مهندس، يعني هذا المشروع انه ما شاء الله من المشاريع الطيبه، لكن مثل ما تفضلتي قبل، مثلا نشوف العامله او العامل ينقل العينه من موقع لموقع، الان صارت العينه نقلها سهل في هذا المستشفى. اي نعم اكيد. بالنسبه حق هذه الكبسولات، طبعا مثل ما ذكرت ان الهدف منها ان نحد او نقلل من الاتصال المباشر ما بين العاملين والعينات، على اعتبار ان هذا المستشفى خاص الامراض الساريه مثل ما ذكرنا. لو نتكلم عن السيستم في هذا الموقع، في هذا المشروع، تصميم هذا المبنى،
طبعا تصميم هذا المشروع مثل المستشفيات الأخرى المستخدمة في وزارة الصحة، أنه يكون من المهم أنه يطابق الاشتراطات العالمية والمحلية. المحلية مثال عليها عندنا إدارة المنع العدوى وإدارة الوقاية من الإشاعة، طبعا هذه لك مثال طبعا. وانضم العالمية عندنا الـ FGI كود، طبعا هذا كود عالمي نستخدمه على أساس نصمم فيه المستشفيات. يعني لابد هذا المستشفى قبل لا يتصمم لابد انه كانت في عندكم امور كثيره وضحت مثلا اشتراطات موجوده. الاشتراطات مثل عندنا وايد اشتراطات موجوده في دوله الكويت، مثال عليها الهيئه العامه للبيئه. طبعا كان المهم ان احنا نوفر هذه الاشتراطات ونوفر هذه الاشتراطات فيها، يعني عندنا مثل الهيئه العامه للبيئه موجود. مهندس يعني ما واجهتك بعض المعوقات في هذا المشروع؟ الحين ما شاء الله المشروع جاهز، هل واجهتك بعض المعوقات وبعض الامور اللي موجوده في هذا المشروع، ولا الحمد لله الامور من افضل ما يمكن؟ الحمد لله رب العالمين، المشروع ماشي مثل ما انت شايف، ان شاء الله قريب يتسلم باذن الله. احنا نقول دائما معاكم مهندسه اولا باول، احنا موجودين معاكم من اول ما يعني وضعت اول خلينا نقول اول مسمار اول كاشي في هذا المشروع. ما شاء الله المشروع هذا جاهز، متى راح يسلم هذا المشروع ان شاء الله؟ ان شاء الله قريب باذن الله على السنوات الجايه، يعني السنه الجايه ان شاء الله راح يسلم هذا المشروع باذن الله ان شاء الله. يعطيك العافيه المهندسه غدير الاشوك، مهندس مدني في وزاره الصحه في اداره المشاريع في وزاره الصحه، يعطيك العافيه. كذلك نشكر جميع المهندسين، نشكر اداره المشاريع في وزاره الصحه اللي سهلوا مهمه فريق اسره برنامج صباح الخير يكون موجود في هذا المشروع في هذا المكان. راح نرجع الى هاشم والى اماني والى من لتكمله فقرات برنامج صباح الخير، لكم الهواء تفضلوا. مشاهدينا، تزخر دولة الكويت بالعديد من المكتبات العامة التي تعد مقصد للدارسين وكذلك للباحثين عن المعلومات، اللي أصبح لها دور محوري خاصة في إدخال التقنيات الحديثة في المكتبات. خلينا نشوف مزيد من التفاصيل في الفقرة التالية. بالنسبة للمكتبة، كانت سابقا هي مكتبة القادسية العامة، أنشئت سنة 1968 وتم إعادة بنائها على نفقة ورثة المرحوم نصف عيسى العصفور سنة 2013. المكتبة صممت على ستاندرد المكتبات العالمية الأجنبية برا، تتكون من ثلاث طوابق. الطابق الأول في مسرح للطفل مع داتا شو، يتكون من 27 كرسي، وعندنا 20 جهاز كمبيوتر. دور الأول هو دور فقط للمطالعة، فيها غرف برايفت تحتوي على 4 كراسي. الدور الثاني هي المكتبة الرئيسية، وفيها مكتبة مصغرة لكتب تاريخ الكويت. طبعا احنا اساس انه يعرف المشاهد الكريم ان احنا كنا انتقلت تبعيتنا من وزاره التربيه الى مجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب. فالحمد لله خلال سنه 2019 اقامت مكتبه نصف عيسى العصفور ما يقارب 36 فعاليه بالمكتبه لجميع الاعمار، للطلبه، للشباب، لكبار السن. من خطط المجلس كذلك أنشئ فهرس إلكتروني للكتب. سابقا كنا نستخدم البطاقات اليدوية، هذا انتهى موضوعه. كل كتاب له تسجيل إلكترونية طبعا ضمن نظام عالي للمكتبات. مكتبة نصر عيسى العصفور تحمل 15886 تسجيلة آلية. طبعا هذا البرنامج الآلي للمكتبات هو برنامج شيرنج بين كل المكتبات العامة، أي مستفيد يقدر يلي يبي كتاب معين وما ألاقي عندي أقدر أوجهه وين نروح أي مكتبة
وكم عدد النسخ؟ وبشذي مشاهدينا نكون وصلنا معكم لنهاية حلقة اليوم، على أمل أن نلاقيكم بالحلقات الجاية من صباح الخير الكويت على تلفزيون الكويت. أكيد بالتأكيد كنا وياكم في هذه الحلقة المميزة، وكان معنا ضيوف مميزين وأيضا فقرات متنوعة. باكر إن شاء الله في نفس الموعد، وصباح الخير يا كويت. أكيد بإذن الرحمن راح نكون معكم في نفس الموعد ولقاءات جديدة متجددة مع أبناء الكويت الخلاقين المبدعين اللي قاعدين يعطون من قلبهم لصالح هذا البلد. يا جماعة الكويت عطتنا الكثير، يفترض علينا اليوم نرد ولو جزء بسيط من هذا الجميل. بشذي وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم برعاية الله وأمنه يوم غد نفس التوقيت بإذن الله. مع السلامة. مع السلامة.